أوقات الإجازة وأوقات كثافة المركبات في الإجازة تختلف تماماً عن أوقات الدوام والمدارس وما إلى ذلك، فبناء عليه يتم وضع الخطط على ساعات الكثافة العالية اللي تشهدها الطرق وأعداد الأفراد المنتشرين وأعداد العاملين في العمليات وغرف المراقبة والمتابعة الميدانية. أبرز المحاور أو الشوارع اللي شهدت كثافة هذا اليوم خاصة مع أول يوم دراسة؟ الحمد لله احنا كنا متوقعين طبعا بطبيعة الحال مع انطلاق أول يوم للدراسة أنه تشهد كثافة عالية جدا. الحمد لله الكثافة كانت موجودة لكن ما سجلنا أي حالات تذكر في تسبب عائق كبير، كان في حالات بسيطة تم التعامل معها مباشرة وإزالتها من جميع الطرق سواء حوادث أو أعطال أو ما إلى ذلك. ماذا عن تقنيات الحديثة اللي تستخدمها الإدارة العامة للمرور لضبط الحركة المرورية في الشوارع؟ تحدثنا عن بعض التقنيات إذا طلعنا من الموضوع اسمح لنا. بس لا بالعكس التقنيات موجودة وأحب أطمنك الحمد لله أنه في ازدياد، سواء ما يتعلق بآلية التي تساعد على انسياب الحركة أو التي تساعد على ضبط المخالفين. الآن احنا في مرور منطقة الرياض لدينا عدد من سيارات الرصد المتحرك ذات الطابع المدني منتشرة على أكثر من طرق على أكثر من طريق ولا تزال في ازدياد، والحمد لله نتائجها جدا مميزة وإن شاء الله تحد كثيرا كثيرا من المخالفات وكذلك الحوادث.